خلال 2020 ونستنوا منك الكثير. هذه ما هي الا بدايه. أقول أمام الجميع بأنني جد راضي على عمل الرابطة الولائية للرياضة المدرسية على مستوى ولاية سيدة لما تقوم به من ترقية للرياضة المدرسية، وأنتم تعلمون بأن الرياضة المدرسية هي خزان الرياضة الوطنية، ومن خلالكم أنتم أيضا أشكر الشريك الفعال الذي يتجلب الرياضة على مد يد العون ووقوفها دائما إلى جانب الرابطة الولائية للرياضة المدرسية. أول تكريم وشرفوا أنفسهم بالدرجة الأولى.